عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هتكلم عن عالمية نقص الزنك، لان الزنك ده من اهم المعادن لتقوية المناعة، ولما الزنك بيبقى قليل بصوا بقى على علامات. اول حاجة هتعرفوا فيها ان انتوا عندكم نقص الزنك، لان انا عرفت من كده ان في نقط بيضة بتبقى على الضوافر. كويس، في علامات تانية هقولكوا عليها وخطيرة جدا. قلت لكم ان انا هكتب كل حاجه. اول حاجه احنا ما بنحتاجش للزنك كميات كبيره، عشان كده باخد 10 15 من لب الارض، لكن هو موجود في حاجات تانية هقولها برضه. حب الشباب، حاسه التذوق والشم، هتلاقوا نفسكم مش بتستطعموا الحاجه قوي ومش بتشموا قوي، ده كده نقص زنك. استنوا بقى، التهاب المفاصل، ضعف نمو الشعر والضوافر، ضوافركم هتتكسر وتبقى ضعيفة. نقطة بيضاء على الضوافر دي انا قلت لكم انا دي اللي عرفت بيها ان عندي زنك ناقص. ارتفاع ضغط الدم، برودة الاطراف، فقدان السمع لكبار السن اللي هم مش انا، يعني انا مش كبار السن، مشاكل في الكبد، القولون، التهاب القولون التقرحي والعصبي، يعني اللي عنده قولون تقرحي لازم الزنك يبقى في اكله. بدون الزنك بقى لا تعمل انزيمات الجسم ولا تصنع البروتين ولا الحمض النووي اللي هو اساس الجسم. تخيلوا الزنك، يتخيلوا لما بتجيب لك 15 حبايه لب القرع تاكلهم انت مش محتاج حاجه، لان انا بعمل، انا بكلمكم يا جماعه عن تجربتي، انا اساسا باخد الزنك من لب القرع. ممكن اكل الحاجات التانية دي، بس برضو انا باخد الكام لباية دول يوميا. طبعا مهم للمناعة قوي. اقول بقى موجود في ايه؟ في المأكولات البحرية واي سمك، كل السمك والمأكولات البحرية، عارفين اللي هي حلويات البحر وعشاب البحر، كل دي فيها زنك، زنك كتير. والكبدة والخضروات والمكسرات، عايزين ايه تاني؟ بشوف الكلمة دي ايه كمان، انا قلت اللي بالأرض، سمك، كبدة، لحمة، خضروات. بس انا بالي ما بيفتحش الا لما اكل 10 15 لباية دول. تخيلوا، هو كده بقول لنفسي هاخد الزنك. اللي عايز يعمل زيي، انا دي تجربتي من اكتر من 3 سنين. واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية يا رب.